أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. الخبر الأكثر انتشارا، اليمنيون يتداولون صورة طفلتين يمنيتين تبكيان في السعودية. من البي بي سي، قصة تنقل رئيس الوزراء الباكستاني من منزله إلى مكتبه بالمروحية. ومن أخبارنا المنوعة، لص يسرق عربة موتى بداخلها جثمان في المكسيك. أهلا بكم. نشر المواطن اليمني المقيم في المملكة العربية السعودية هشام الأهدل صورة لطفلتيه وهما يرتديان الزي الدراسي على متن سيارة، وقال إنها لحظة عودتهما بعد رفض السلطات السماح لهما بالدخول إلى المدرسة. وقد تناقلت المواقع الإخبارية هذه الصورة وعنوان موقع مسند، صورة طفلتين يمنيتين باكيتين في السعودية بعد رفض قبولهما بالمدرسة. قال مغترب يمني إن السلطات السعودية رفضت السماح لابنتيه دخول المدرسة في اليوم الأول على بدء العام الدراسي نتيجة انتهاء هوية زائر. وقال المقيم اليمني هشام الأهدل في تدويدة له على موقع فيسبوك أنه تم منع اثنتين من بناته من دخول مدارس المملكة. وكتب الأب معلقا على الصورة، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أول يوم دراسة تم إرجاع بناتي من المدرسة، كسرتني دموع بناتي. وتابع الموقع، ترفض السلطات تجديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين في المملكة، واضطر آلاف اليمنيين لمغادرة السعودية بعد الرسوم التي أقرتها السلطات على المقيمين اليمنيين. الاقتصاد أول ضحايا الحرب وعنوانه سعر الصرف. تحت هذا العنوان كتب أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن يوسف سعيد أحمد مقاله الذي تنشره بلقيس، وأضاف في أجزاء من المقال. في وضعنا الراهن عندما يتعلق الأمر بالموضوع الاقتصادي وخاصة من أجل إحداث الاستقرار النسبي في سعر الصرف، فإن الجهد الوطني لوحده لا يكفي على قدر أهميته وضرورته. نحتاج وطنيا أن تحشد كل الجهود وعلى كل المستويات في الحكومة والمحليات والبنك المركزي، وبنفس درجة الأهمية والمسؤولية لمواجهة الأزمة، العوامل والأسباب التي ولدت أزمة الريال اليمني وصولها إلى هذا المستوى الخطير متداخلة وطنيا وأقليميا. نحتاج أن يتفهم الأشقاء القريبون المعنيون في الملف اليمني بصورة أكبر وأسرع طبيعة الأزمة الاقتصادية بعنوانها العريض انهيار قيمة الريال اليمني وماذا تعني، وأن يسارعوا في المساعدة في حلها، وأولها أن تمر عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن كافة التحويلات التي ينفقونها في اليمن والتي تصل إلى اليمن بالعملة السعودية والإماراتية، وثانيها أن يمنحوا اليمن أفضلية وإن مؤقتا تنتهي بانتهاء الحرب في استيراد النفط ومشتقاته من أسواقهم بعملات دولهم الريال والدرهم، وأن يساعدوا أكثر في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي كما عملوا مع لبنان ولا أقول مصر. وفي نفس الوقت منح البنك المركزي مرونة أكبر في استخدام الوديعة للدفاع عن سعر صرف العملة دون قيود وفقا لأدواته النقدية، لأن تداعيات الأزمة وآثارها متشابكة أيضا مثل ما هي الأسباب، فإنه سيكون مكلفا محليا وعلى الجوار. اليمن الذي يشكل حزاما أمنيا للأشقاء تداخلت فيه الأسباب والعوامل، إذ ما بلغ الجوع مبلغه كنتاج للحرب وتواصل انهيار قيمة الريال، فإن التحديات المتشابكة الناتجة عنها ستكون باهظة على الجميع. أطلق عدد من شباب وأهالي وادي حضرموت حملة ما أسموه مكافحة ارتفاع أسعار النفط المتزايد بسرعة جنونية، وعنوان الموقع بوست، شباب بوادي حضرموت يدشنون حملة المشي على الأقدام لمقاطعة شراء البترول. وقال القائمون على الحملة أنها تأتي كخطوة استباقية للتسعيرة الجديدة التي ينوي إقرارها تجار الأزمات لسعر لتر البترول الواحد المتوقع بلوغه 400 ريال. واستغرب مواطنون صمت الحكومة وعدم وضعها حدا للارتفاع غير المبرر، ودعا شباب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شراء البترول والاعتماد على المشي راجلين واستخدام المركبة في الظروف الاضطرارية فقط. وطلب القائمون على الحملة منصات التواصل الاجتماعي وخطباء المساجد والإذاعات المحلية دعم الحملة
ومقاطعة شراء البترول أو على الأقل عدم الاعتماد عليه إلا في حالة الضرورة القصوى فقط. يعنون موقع الحرف 28 في صفحته الرئيسية: كيف كانت السعودية تستقطب المشائخ بينما كانت إيران تتغلغل في مؤسسات عائلة صالح العسكرية. قال التقرير إن مخطط إيران كان يسير بهدوء وسرية تامة، بينما كانت المملكة تعمل مع المشائخ والوجهات، أي مع مؤسسات الاجتماعية القبلية التقليدية التي كان يتلاشى حضورها في اليمن رويدا رويدا وتغدق عليها الأموال لتعزيز نفوذها وحضورها. كانت إيران تخترق المؤسسة الرسمية لدولة عائلة صالح، الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، العمودان العسكريان الأساسيان اللذين يتكئ عليهما صالح ونظامه، إذ ساهمت الولايات المتحدة بتمويل إنشائهما وتسليحهما. وكانت سيطرة صالح وعائلته على تلك المؤسسات لا تعدو عن كونها سيطرة شكلية كما اتضح لاحقا. وكان صالح يوهم المملكة أنه يقاتل الحوثيين في صعدة، وله عدة أهداف شخصية أهمها ابتزاز المملكة والحصول على أموال كما هي عادته، والقضاء على القوة العسكرية التابعة لعلي محسن. كان لدى إيران أهداف من حروب صعدة، أبرزها تقوية شوكة جماعة الحوثي وإكسابها مزيدا من الأتباع والشعبية والنفوذ والترويج لها داخليا وخارجيا، وهي تعرف أن صالح غير صادق في القضاء عليها، بل أنه يدعمها ويمدها بالسلاح. يكتب عدنان هاشم في موقع رأي اليمن مقالا عن جزء مما يحدث في أرض اليمن من صراعات لا تمر يوما إلا وتزداد تعقيدا وتشعبا، وقال الكاتب: تناضل السعودية من أجل ميناء نفطي في المهرة وحمايته إلى المكلا، فيما تعمل السلطنة من أجل حماية أمنها القومي كما يقول مقربون منها. الإمارات تريد كل شيء كملكية خاصة، موانئ وأراضي جنوب وغرب اليمن وسقطرى، إضافة إلى احتكار الاقتصاد وتزويد اليمن باحتياجاته الاقتصادية والنفطية. ولدت الحرب أمراء جدد يسيطرون على التهريب من خارج البلاد إلى داخله، كما ولدت مراكز مالية جديدة يناضل اقتصاد اليمن من أجل البقاء وسط كل المضاربات. الحرب على الريال اليمني واسعة كبيرة بحجم وبتعدد دمى ماتريوشكا، يدفع الاقتصاد الضريبة، بينما السياسيون وأعضاء الحكومة الشرعية نفوذهم ومصالحهم خارج اليمن، والحوثيون في الداخل تحول قادتهم إلى تجار عقارات وبائع مشتقات نفطية، وأصبح القادة مراكز مالية جديدة ضمن تغيير واسع في السياسة والاقتصاد والجيش والأمن وحتى في الديموغرافيا المحيطة بصنعاء. جميعهم يخوضون معاركهم وحروبهم الخاصة، يعيشون في المنفى أو أمراء في صنعاء، ويبررون ذلك بكونها الحرب التي قد تدوم أبداً. ولا حرب تدوم أبداً، وهذه البلاد لا تنسى تاريخها. كل امرئ بما كسب رهين. يقوم الحوثيون ببناء حربهم مع الوعي أفضلية الدم الأزرق والحكم الإلهي، عقيدة من كنت مولاه فعلي مولاه، عقيدة تنسحب على تفكيك المجتمع على أن السلطة فقط لعائلة واحدة، إعادة الفكرة الخبيثة للإمامة والاستحواذ على السلطة لألف عام قادمة، عقيدة تقسيم المجتمع إلى طبقات وفرز المجتمع على أساس الولاء للأفضلية والحكم الإلهي لإعادة عصر الظلام، تلك التي يكون فيها الشعب ملكا للحاكم المؤيد من الرب. إلى الصحافة العربية وما تناولته عن اليمن، وتحديدا من موقع الجزيرة نت، حيث يتحدث عن معتقل سابق، حيث كان فؤاد التركي واحدا من آلاف المختطفين لدى الحوثيين، كان يحلم بالعودة إلى منزله ليتفاجأ مؤخرا بإبعاده قسريا عن صنعاء حيث توجد أسرته وترحيله إلى مارب شرق صنعاء. ويقول التركي للجزيرة نت عقب وصوله إلى مارب أنه يشعر بالحزن كثيرا لأنه لم يعد بإمكانه العودة إلى منزله أو زيارة قبر والديه اللذين توفيا أثناء اعتقاله، إذ لم تشفع له وفاتهما بالإفراج عنه آنذاك. ويضيف: حتى عائلتي لم أستطع الالتقاء بها في مارب، لا أعلم كيف سأعيش حاليا ولم أحصل على عمل، فكيف سأوفر لهم قوت يومهم؟ وتقول رابطة أمهات المختطفين إن عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم مقابل تبادل أسرى مع الحوثيين
يقدر ب 450 معتقلا، حوالي 140 منهم خلال العام الحالي. تقول مسؤولة العلاقات العامة برابطة أمهات المختطفين أن عمليات التبادل مع الحوثيين حرمت المعتقلين من حقهم الطبيعي في العودة إلى عائلاتهم وأعمالهم ودراستهم، إضافة إلى حرمانهم من التنقل بين المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وأشارت في تصريح للجزيرة نت إلى أن معظم عائلات المختطفين تضطر إلى مغادرة مساكنها السابقة في مناطق الحوثيين والانتقال إلى مارب أو المحافظات التي يتواجد فيها المفرج عنهم، الأمر الذي اعتبرته شكلا من أشكال التهجير القسري. ولم يتمكن كثير من المعتقلين من جلب عائلاتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة، خصوصا إلى مارب التي تحدث فيها عمليات التبادل بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة الحصول على عمل يساعد المعتقلين على إعانة عائلاتهم. اهتمت الصحافة الفرنسية بإقرار التحالف العربي باستهداف أطفال الحافلة في صعدة، وعنونت صحيفة لاكوا الفرنسية مقتل 40 طفلا في اليمن، التحالف يعيد بمحاسبة المتسببين. قالت الصحيفة الفرنسية في ترجمة خاصة بقناة بلقيس إن التحالف العسكري بقيادة السعودية أقر بأخطاء ووعد بتنفيذ عقوبات بعد غارة قتلت 40 طفلا في أغسطس وأثارت احتجاجات دولية. يساعد هذا التحالف منذ مارس 2015 حكومة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين الذين استولوا على مناطق شاسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء. وقد اتهم التحالف بارتكاب العديد من الأخطاء ضد المدنيين في الصراع مع الحوثيين المدعومين من قبل إيران المنافس الإقليمي الرئيسي للمملكة العربية السعودية. وتنقل الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن أحد الأخطاء هو أنه تم إصدار أمر بعدم استهداف الحافلة التي كانت في وسط المدنيين، لكن هذا الأمر وصل متأخرا. وخطأ آخر هو أن الهدف لم يكن خطرا مباشرا، وأن استهداف الحافلة في منطقة سكنية لم يكن مبررا في ذلك الوقت. وقد اعترف التحالف بوقوع العديد من الأخطاء في اليمن، لكنه يتهم الحوثيين باختلاط النظام بالاختلاط بانتظام بالمدنيين أو باستخدامهم كدروع بشرية. تواصلا للمقال الذي يحمل عنوان العالم الذي نعيش فيه بقلم كيفن دروند، ننشر جزءا مما تنشره صحيفة الغد وترجمة علاء الدين أبو زينة. ويقول الكاتب: التنبؤ بالمستقبل مرتق صعب، لذلك دعونا نبدأ بتفسير الماضي. ما هي أفضل عدسة لتقييم مسار تاريخ العالم خلال القرن التاسع عشر؟ كبداية، شكل ذلك القرن فجر الديمقراطية الليبرالية. كان الفرنسيون قد أعدموا ملكهم بالمقصلة مسبقا، كما أسست حفنة من عشاق جون لوك عبر المحيط الأطلسي جمهورية وليدة. وفي المملكة المتحدة كان الفيلسوف جون ستيوارت ميل يدافع باقتدار عن الديمقراطية الليبرالية وكرامة الإنسان، وبدأ الأمر يبدو وكأن النظام الملكي ترجل عن ذروته. ثم كانت ثورة رأسمالية السوق الحرة ونجومية الاقتصاديين من نوع توماس مالتوس وديفيد ريكاردو، وكان كارل ماركس يجلب الاقتصاد إلى طبقة البروليتاريا. كما شكل القرن التاسع عشر أيضا ذروة الإمبراطورية والاستعمار الغربيين، وكان بداية حقبة الحرب الشاملة وبداية انحدار الدين كقوة سياسية واستبداله بصعود القومية. كما كان أيضا إذا دقق المرء بما يكفي من العناية بداية حقبة المساواة الإنسانية، فقد طالبت النساء بحقوق متساوية في سينيكا فولز ونيويورك، وأصبحت نيوزيلندا أول بلد يمنحهن حق التصويت، وجرمت المملكة المتحدة تجارة الرقيق، وحررت الولايات المتحدة عبيدها، وحررت روسيا أقنانها. وإذا كانت الديمقراطية والرأسمالية والاستعمار والحرب الحديثة والقومية والمساواة الإنسانية وكلها عناصر هائلة في تداعياتها، وكلها شكلت حافزا لإنتاج الآلاف من الكتب، ولم يكن أيها مهما أيضا. فعندما ننظر إلى الوراء اليوم نجد أن أهم سمة جيوسياسية للقرن التاسع عشر واضحة تمام الوضوح، كانت حقبة الثورة الصناعية. ومن دون هذه الثورة ما كان ليتسنى صعود الطبقة الوسطى ولا وجود ضغط حقيقي من أجل الديمقراطية.
تطغى قصة تنقل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالمروحية بين منزله ومكتبه على النقاشات الدائرة على شبكة الإنترنت في باكستان، وقد تعرض اختياره للمروحية للتنقل بين منزله ومقر إقامته الرسمي، والمسافة بينهما 15 كيلومترا للسخرية اللاذعة، بسبب إعلانه قبل انتخابه عن حملة لإزالة مظاهر البذخ حول الموظفين الكبار والسياسيين. ووفقا لموقع بي بي سي، فقد أثار التفسير الذي قدمه وزير الاستعلامات الغضب والسخرية، إذ قال إن كلفة التنقل باستخدام المروحية لا تتجاوز ما يعادل 34.1 من الجنيه الاسترليني للكيلومتر الواحد، وقال أنه وجد هذه المعلومة في محرك البحث جوجل. وساور الشك المواطنين أن يكون التنقل بالمروحية رخيصا إلى هذه الدرجة، وأصبحت هذه القصة الأكثر تداولا على تويتر في باكستان من حيث حجم التغريدات والهاشتاجات الساخرة والنكات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن تعليقات المواطنين على تويتر: إذن أصبح التنقل بالمروحية أرخص من استخدام سيارة الأجرة أوبر أو كريم، وعلى الحكومة أن تقدم خدمة المروحيات للشعب من أجل أن يوفروا النقود. وعن التكاليف الحقيقية للرحلة الواحدة، أجرى قسم في البي بي سي بحثا تبين من خلاله أن تكاليف الوقود لمروحية خان يكلف 10 جنيهات استرلينية للكيلو المتر الواحد، أي أكثر بكثير مما ادعى وزير الاستعلامات، إلى جانب تكاليف الصيانة. ومن الأخبار المنوعة ما جاء في صحيفة القدس العربي، والتي عنونت: لص يسرق عربة موتى بداخلها جثمان في المكسيك. قالت الصحيفة إن الشرطة المكسيكية ألقت القبض على رجل سرق عربة موتى وبداخلها جثمان متوفى بوسط المكسيك، وكانت عربة الموتى قد تم إعدادها لنقل جثمان المتوفي من المشفى إلى دار للجنائز. وأوضحت الشرطة أن اللص البالغ من العمر 40 عاما قال أنه رأى المفاتيح داخل السيارة وقرر سرقتها مساء الجمعة، وتم إخطار ضباط الشرطة وسرعان ما عثروا على العربة وبداخلها جثمان على جانب طريق سريع، وقاموا باحتجاز المشتبه به الذي أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق. من يلعب بالنار؟ يتساءل الكاتب محمد الرميحي في مقاله المنشور في الشرق الأوسط، مضيفا في جزء من المقال: قراءة الوضع الدولي الحالي هي أن إيران فقدت كثيرا من أدوات المناورة، فهي لا تستطيع أن تقدم مبادرة تفك بها الأزمة التي تحوطها، فالأزمة تتصاعد في الداخل وفي الجوار، وتنضب الموارد التي يمكن أن توفرها الدولة لمناصريها في الخارج، كما لا تستطيع أن تنفذ ولا حتى أدنى حد من تهديدها بإغلاق المضايق. على الجانب الآخر، لا حرب مباشرة في الأفق، أعني حربا ساخنة، بل هي حروب اقتصادية تتصاعد في الأسابيع والأشهر القادمة مع تزايد مؤشر عدم الرضا في الداخل الإيراني أو اليمني أو السوري والعراقي حتى اللبناني، والأخير نجده في خطاب حسن نصر الله الأخير، إذ قال: شبابنا تكفيهم الإشارة للاندفاع إلى القتال، إنها فقط تجارة الدم التي بقيت عملتها مفتوحة للمعسكر الإيراني وتابعيه لا أكثر، وهي تجارة خاسرة لا ريب. السيناريو المقبل هو الفشل في حشد أي تعاون دولي تغري به إيران وروسيا لإعادة إعمار سوريا، فسوف تبقى المدن والقرى السورية مخربة، وسوف يتصاعد عدم الرضا على الوجود الثنائي الروسي والإيراني من قطاعات واسعة من الشعب السوري، وسوف تتفاقم الأزمة السياسية والأمنية في العراق، وسوف يغرق جزء من الشعب اليمني في أوهام الحوثي، وسوف تمنع الأزمة المالية التي أسقطت العملة الإيرانية حتى الحضيض أي تمويل لجماعة الحوثي في اليمن أو حزب الله في لبنان. وقد ظهر ذلك في مظهرين: الأول لجوء الحوثي لوضع أكبر عدد من المدنيين في مواقع قتالية من أجل محاولة استدرار عطف الإعلام العالمي تغطية على الخسائر في الميدان ونقص التمويل، والمظهر الثاني النداء الذي أطلقه نصر الله بالتبرع من الكرماء المناصرين للحزب لتعضيد ميزانيته، وسوف يلجأ إلى الإكراه. جولتنا المصورة اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية، والتي توثق أبرز أحداث الأسبوع عبر عدسات المصورين المنتشرين حول العالم. نتابع الصور.
كيف يختزل فن الكاريكاتير المواقف ويعبر عن وجهات النظر؟ هذا ما نشاهده عبر مجموعة من رسومات نشرتها الصحف اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.